السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي طلبة وطالبات الصف الثالث الإعدادي، أهلا بكم مرة تانية مع حالة تدريبات الدرس الثالث وغرض التدريبات العامة، ودي موجودة في صفحة 93. تعالوا نشوف يلا أول سؤال. بيقول read and complete the text with words from the following list. عندنا كلمة best يعني الأفضل، و earn معناها يكسب، و products يعني منتجات، و quality بمعنى نوعية أو جودة، وعندنا كلمة beat بمعنى يهزم، و better بمعنى افضل. بوليزي هاندكرافت بزنس از فيموس اول اوفر ايجيبت، طبعا المصنوعات اليدويه مشهوره جدا في مصر. ذيس هيلبس ا لوت اوف بيبل تو ايه ماني، طبعا ده بيساعد ناس كتير انها ايمن على طول. ايرن يعني ايه ايرن؟ يكسب فلوس. تورستس لايك تو باي ايجيبشن ايه وين ذي فيزيت ايجيبت، يعني السياح بيحبوا يشتروا ايه المصريه لما يزوروا مصر. اكيد طبعا برودكت، وبرودكت حبايبي بمعنى منتجات. بيقول لي they admire the A of such things، يعني هم بيعجبوا بإيه الأشياء دي، أكيد طبعا بنوعية أو بالجودة، والجودة حبيبي اسمها quality. They think they are A than any souvenirs in other countries، يعني ما بعتقدوا. هنا بقى مقارنة بينه وبين الهدايا اللي من دول تانية، أكيد طبعا هاخد بيتر، وبيتر معناها افضل. تعالى حبيبي يلا نشوف القطعة بتاعتنا. بيقول Egyptian handicrafts are beautiful things that people make with their hands، طبعا دي حاجات الناس بيعملوها بايديهم. They have been making handicrafts in Egypt for thousands of years، طبعا بيعملوا الحرف اليدوية دي من الاف السنين. One famous handicraft is called pottery، بوتري حبيبي اللي هو صناعة الفخار. It's made by shaping clay into different shapes like cups, plates and bowls، طبعا الفخار ده بيشكلوه اواني أو فناجين أو أطباق. Will the Egyptians paint these pieces with bright colors، بيدنوها طبعا بألوان جميلة أو بيزينوها بألوان جميلة. They use them for eating and drinking or as decorations in their homes، بيستخدموها للأكل والشرب أو في الزينة في البيت، كتزيين البيت يعني. Another special one is making beautiful carpets، واحدة كمان هي صناعة السجاد. They have many designs، ليهم تصميمات كتير. These carpets are soft، طرية طبعا، to walk on، عشان تمشي عليها. The Egyptians also make pretty jewelry، يعني مجوهرات جميلة. They use different materials like gold، بيستخدموا مواد كتير شكل الذهب، and stones، والحجارة الكريمة. They make necklaces، بيعملوا طبعا عقود، and earrings، وكمان حلقان. These Egyptian handicrafts are loved all over the world، طبعا الحرف المصرية دي محبوبة في كل أنحاء العالم. They tell us about the ancient Egyptians and their amazing culture، بيحكي لنا طبعا المصريين وثقافتهم الجميلة الرائعة. So next time you see a beautiful piece of pottery، المرة الجاية لما تشوف قطعة من الفخار، a colorful carpet أو سجادة ملونة، or a piece of jewelry أو قطعة مجوهرات، remember that it's a special object made by clever hands in Egypt، فكر إنها مصنوعة بأيدي ماهرة مصري. نمبر 1 بيقولي the main idea of the passage is، بيقولي الفكرة حبايبي الرئيسية للقطعة هي ايه؟ اكيد طبعا handicrafts يعني الصناعات اليدوية. نمبر 2 بيقولي the underlined word pretty means، طبعا عارفين pretty حبايبي معناها جميل، فبالتالي هتبقى beautiful. نمبر 3 بيقولي jewelry can be made by using ايه، طبعا بيقولي المجوهرات دي ممكن تصنع باستخدام ايه، طبعا باستخدام الستونز وكمان باستخدام الجولد، يبقى AUC. Number 4 بيقولي infer استنتج، اعرف how many handicrafts are in the text، طبعا لو بصينا لعدد الصناعات اليدوية اللي هو جابها لي طبعا هلاقيها 3 handicrafts يعني 3. لو قلت لك طبعا ايه هما، هتقول لي الكاربتس، السجاد، والمجوهرات، والبوتري. طب تعال نشوف حبايبي، بيقولي summarize the last paragraph in one sentence، طبعا last paragraph اللي بيبدأ من اول these Egyptian handicrafts are loved all over the world، طبعا هنا ممكن نلخص الكلام ده وقول ان Egyptian handicrafts are loved all over the world، يعني محبوبة في جميع انحاء العالم، او Egyptian handicrafts are special art، يعني شيء مميز. يبقى ممكن اكتب حبايبي كده Egyptian handicrafts are loved all over the world. تعال نشوف حبايبي نمبر 6، بيقول لي do you think Egyptian handicrafts will end over the years، why and why not، هل تعتقد ان الحرف اليدوية المصرية دي هتنتهي عبر السنين؟ طبعا اكيد هقول no، لا طبعا. وطبعا لما يقول لي ليه هقول له because it's a part، يعني يا حبيبي جزء of our culture، يعني هي جزء من
ثقافتنا فمش هتنتهي. تعال نشوف حبايبي يلا سؤال اختياري. بيقول while I was doing my homework the computer suddenly turned off to correct the underlined word add. طبعا انا عايز اقول فجأة وفجأة اسمها suddenly، يبقى اذا هزود اللي هو يعني فجأة انطفى. تعال حبايبي يلا نشوف السؤال التاني. بيقول لي to A is to put electricity into something such as a phone. طبعا لما احط كهرباء في التليفون ده اسمه charging، وcharge معناها يشحن. نمبر 3 بيقول I bought new A for the flashlights. طبعا حبايبي flashlights يعني كشافات، طبعا اكيد هشتري لي كشافات، هتقولي batteries، وbatteries معنى بطاريات. تعال نشوف نمبر 4 بيقول not is a word that you type to log into a computer. طبعا كلمة بكتبها عشان ادخل على الكمبيوتر اكيد دي الباسورد، والباسورد يا حبايبي يعني كلمة المرور. واللي حاتم has a strange way to study، عنده طريقة غريبة جدا للمذاكرة. I don't like his A، يعني أنا ما بحبش A. طبعا يبقى أكيد ده أسلوب، يبقى ستايل. نمبر 6 بيقول the film was amazing، الفيلم كان مدهش. I like it، حبيته. The antonym of amazing، عايز حبايبي عكس amazing، طبعا عكس amazing يعني عادي طبعا ordinary. تعال نشوف الأخطاء. بيقول when I opened the door، لما فتحت الباب it A، طبعا لما فتحت الباب الدنيا كانت بتمطر، فبالتالي حبايبي لازم أقول was raining، الدنيا كانت مستمرة في المطر. هنشوف نمبر 2 بيقول he hear a loud noise while he was talking to his friend، يبقى هو بيتكلم مع زميله ادي while وادي مدى مستمر، يبقى سامع. وسمع حبايبي معناها heard. هنشوف نمبر 3 بيقول while Rana was riding her bike she a off، طبعا وهي راكبه الدراجه وقعت، طبعا ادي while ادي مدى مستمر، وادي الحدث اللي قطعه يبقى فعل، لازم يكون ماضي بسيط. تعال نشوف نمبر 4 بيقول she reads the newspaper last night، طبعا حبايبي last night من علامات الماضي فلازم اختار read، يبقى she read the newspaper last night. تعال نشوف نمبر 5 بيقول what were you doing when I phone you، طبعا ماذا كنت تفعل، ادي when وادي ماضي مستمر، يبقى انا عايز ماضي بسيط فلازم اقول phone، دي يعني لما اتصلت بيك. تعالوا حبايبي يلا نشوف ال challenging questions. بيقول لي when I open my eyes، لما فتحت عينيا I see a wonderful view. خلي بالك حبيبي ان ده تعاقب احداث مش قاعدة one and why، يعني هو فتح عينيه الاول وبعد كده شاف، فاذا هنا لازم اقول so، يعني ماضي بسيط مش ماضي مستمر. نمبر 2 بيقول he broke his leg، يعني هو كسر رجليه while ride his bike، طبعا هنا ما فيش فاعل فجيبه while verb plus ing يبقى riding. تعال نشوف نمبر 3 بيقول while he was taking a shower his sons ate lunch، طبعا هنا هو بياخد حمام ولاده بياكلوا، يعني الاثنين مستمرين في اشياء مختلفة، فبالتالي هتبقى قاعدة while هنا ماضي مستمر ماضي مستمر، فلازم اقول were eating تاني were eating. Thank you very much for watching but don't forget like share subscribe and don't forget the bell so that you can watch all our episodes. يلا لو ما كنتش اشتركت في القناة اشترك بسرعة، لو ما كنتش فعلت الجرس فعل الجرس عشان يجيلك تنبيهات بكل الحلقات اللي جاية ان شاء الله، واستنونا في الحلقة الجاية مع شرح وحل تدريبات الدرس الخامس والسادس. Goodbye. السلام عليكم.